مساء الخير. اليوم إن شاء الله حنجرب مع بعض بهارات مذاق الذواقة. حستخدم اليوم بهارات التشيلي وبهارات هندية في وصفة إيش يا ترى؟ حستخدمها في وصفة دجاج كراهي بالطريقة الكلاسيكية. لذيذ جدا هذا الإدام، أنا صراحة من عشاقه. حنشوف مع بعض كيف طريقته. حنحتاج في البداية لدجاج مقطع لأثمان أو 10 قطع زي ما تحبي، 3 بصلات مقطعة لشرايح، 3 حبات طماطم، إذا كانت الحبات الطماطم صغيرة خليها 4 حبات طماطم مقطعة، وعندنا كمية وفيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة، معجون ثوم وزنجبيل، لنص ليمونة، قرون من الفلفل الأخضر وملح، وطبعا طبعا بهارات مذاق الذواقة، بهارات التشيلي وبهارات هندية. البداية نجيب صاج يكون عميق شوية ونحط شوية زيت ونقلي حبات الدجاج. حضيف حبات الدجاج، بسم الله. أقلبها لين تبدأ تتغير لونها وتشقر. أقلبها على فترات متباعدة إلين تشقر كده. خلاص أخذت لون خفيف زي كده. الحين حشيلها وأحطها في صحن على جنب. في نفس الصاج حضيف معجون الثوم والزنجبيل. هنا الثوم والزنجبيل خلاص طلعت ريحته وتقلل شوية. دحين حضيف البصل. استنيت البصل يدبل شوية ودحين حضيف الملح وأضيف كمان قرون الفلفل الأخضر. حضيف دحين بهارات التشيلي من مذاق الذواقة. شوفوا تصميم العلبة من هنا، تقدر تدخل الملعقة وتاخذ المقدار اللي تبغيه، ومن هنا لو تبغى ترشي رشة بسيطة. حبيت العلب المريحة هذه صراحة. هاخذ ملعقتين صغيرة من بهارة تشيلي وأضيفه لطبختنا. بكل سهولة الشيء. هنا بهارات هندية برضو من مذاق الذواقة. هاخد ملعقة صغيرة. حلوة العلبة، محكمة الإغلاق، تحفظيها في الدولاب، تحفظيها في الفريزر، حيكون شكلها مرة مرتب. الله الله على ريحة البهارات، الله تجنن تجنن، تحسي نفسك كده في مطعم هندي الصراحة. مرة ريحتها حلوة. هخليها شوية وأضيف بعدها كزبرة خضراء. هضيف دحين نص كوب من الكزبرة الخضراء. الحين حرجع الدجاج اللي قلقلته في البداية.
حغطيه 5 دقائق. بعد مرور الخمس دقائق حضيف الطماطم المقطعة. نقلب. الحين على نار هادية حغطي وأخلي الطماطم تتسبك. بعد ما تسبكت الطماطم شوية حرجع أضيف ملعقة صغيرة من البهارات الهندية، يعني ملعقة مع البصل هو بتقلقل وملعقة صغيرة مع الطماطم وهي تتسبك. أقلب. بعد ما قلبت البهارات الهندية مع الطماطم حضيف نص كاسة موية، ما حنحتاج موية كتير زي ما انتم شايفين، اساسا الطماطم طلعت مويتها. دحين كل اللي حسويه حغطي الإدام واخلي الدجاج يستوي. الدجاج خلاص استوى، حضيف دحين عصير ليمون. حضيف كزبرة خضراء. واخليه بدون تقليب، اغطيه 5 دقائق. زي ما انتم شايفين غطيت عليه من دون تقليب 5 دقائق، ويتقدم مع رز ابيض، مع رز بالزعفران، مع ممكن خبز نان، ممكن شباتي، زي ما تحبوا، بكل الطرق والأحوال لذيذ جدا. ما شاء الله تبارك الله. خليني أدوق عشان لو الملح يبغاله تظبيط أضبطه. بسم الله. الله 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 الله. موزون موزون موزون، مرة لذيذ، من جد من جد خرافة. هذه الاثنين اعطتني الطعم الاصلي للدجاج الكراهي، حقيقي رهيبة. والحلو انه ما هي حارة، ما فيش الحرارة القوية، لا لا لا، مرة مناسب. يعني انت لو تبغيه سبايسي زيدي شطة مجروشة، زيدي فلفل زيادة، لكن انا كده مرة تمام. بهارات التشيلي مع بهارات هندية من مذاق الذواقة فعلا اعطاني طعم رهيب. باقي دحين كده ندوقه مع الرز والحركات والبركات، ونوريكم كيف طريقتها، كيف شكلها بعد الغرف. ما شاء الله تبارك الله، ما أحكي لكم عن اللذاذة. ومع بهارات الذواقة طالعة غير شكل، مرة الإدام هذا لذيذ، ضروري تجربوه. وشايفين بدون أي غلبة كثيرة، بهارين بس من مذاق الذواقة، وصار عندي ألذ إدام دجاج كراهي. حقيقي لا يفوتكم هذا الإدام، مرة لذيذ، ومع بهارات مذاق الذواقة ما يحتاج أقول لكم قد إيش الطعم رهيب. وبارد، ما هو حار، ما تشيلي هم الحرارة. إذا حابة يكون البهارات حارة، أنت تضيفي الفلفل حسب رغبتك.
حقيقي مرة لذيذ، لا يفوتكم.